الآن يشرفني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أهلا بحضرتك يا دكتورة، منورة، كل سنة وحضرتك طيب. طيب. هذه الاجتماعات يعني لن أكون مبالغا إذا ما قلت أنه هذا الاجتماع أهم المخرجات اللي فيه انبنت على كوب 27 الذي انعقد هنا في القاعة ذاتها في نفس المكان. أهم النقاط أو أهم المكتسبات اللي خدناها من كوب 27 ونوجهها إلى القارة الإفريقية من خلال هذه الاجتماعات. طبعا أنت عارف أن من ضمن المشاكل الخاصة بتغير المناخ قضية التكيف، وإزاي أن احنا في كوب 27 ناولنا قضية التكيف وطلعنا أجندة للتكيف، لكن كان مهم كمان أن احنا عملنا تفعيل لما يسمى المبادرة الأفريقية للتكيف، واللي كانت بدأت في التلاشي، وده كان جزء مهم جدا أن احنا فعلناها. مجلس الإدارة والوحدة بتاعتها بقت موجودة في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وابتدينا نحشد تمويل من الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي للمبادرة الخاصة بالتكيف الأفريقي. دي معناها إيه؟ معناها أن احنا هنروح كوب 28 احتياجات القارة الأفريقية في موضوع التكيف والموضوعات الخاصة بالخسائر والأضرار، موضوعات الكوارث البيئية، فيضانات، الجفاف وما إلى آخره، والتصحر، هتبقى موجودة على أجندة كوب 28، لأن كوب 28 هيناقش حاجة اسمها الهدف العالمي للتكيف، فأفريقيا هيبقى لها مكانها. فما زالت مصر إلى وقتنا الحالي طلعت بكوب 27 بمكاسب للقارة الأفريقية، بتناقش ده في الجلسات بتاعة البنك المركزي مع بنك التنمية الأفريقي والتكيف في أفريقيا وما هي الاحتياجات وإيه مصادر التمويل. فأعتقد أن الاجتماعات بتاعة البنك المركزي في هذا الوقت هي محطة ما بين كوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ وكوب 28 اللي بقى في الإمارات. طيب، أعتقد أنه يعني من أهم المقررات والمكتسبات هو دعم الدول الإفريقية، وأنا أتذكر وكنا هنا منذ أشهر الاجتماعات امتدت لأنه كان في صعوبات في خروج المقررات. العالم ربما أو الدول المتقدمة يعني ربما لا تريد أن تفي بالتزاماتها بشكل كامل. هل وصلنا إلى أنه هناك دعم حقيقي وقدرة حقيقية على الوفاء بهذه الالتزامات للتنمية المستدامة ولتوفير تحول إلى الطاقة الخضراء ويعني والحد من مشكلات تغيرات المناخ التي تعاني منها القارة الإفريقية ولم تتسبب فيها؟ بص، احنا خلينا نتكلم الاول ان مسألة التفاوض في اي مؤتمر للمناخ ما بتخلصش في وقتها، لازم بيتمد يوم او يومين، والكلام ده من اول ما عقدنا مؤتمر باريس في 2015. اتنين، المكتسب اللي خدناه من المؤتمر بتاع كوب 27 هو صندوق الخسائر والأضرار وتشكيل لجنة لتشكيل شكل الصندوق والحوكمة. اللجنة فعلا اجتمعت في الأقصر في شهر فبراير الماضي وتم تشكيلها، وهتضع المقترحات بتاعتها لكوب 28. الدول المتقدمة وفت بالتزاماتها ولا ما وفتش بالتزاماتها؟ هو الموضوع عبارة عن حاجتين، عرض وطلب. عرض ان انت تبقى كدولة جاهز بخطتك وبمشاريعك، وازاي بتقول ده بيصب في الاقتصاد مش فقط في ان هو بيقلل اثار تغير المناخ وبتنفذ التزامك، وده عشان كده بنشتغل على خطة التحديث وبنشتغل على التمويل لمشروعات الطاقة والغذاء والمياه في جمهورية مصر العربية. نمرة اتنين، ان الدول المتقدمة لما تحس ان انت عندك الخطة تبتدي تضع التمويل، لكن لازم برضو في حاجة مهمة جداً، احنا في مفترق الطرق في حتة معينة، استخدام الوقود الأحفوري في وقت العالم كله بيعاني من آثار تغير مناخ، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وما زالت هناك دول بتستخدم الوقود الأحفوري. أنا عفوا، العالم رجع يستخدمه مرة أخرى بعد ما كان بطل. احنا أمام الحقيقة قضية شائكة جدا ما بين ان انا اوفي بمتطلبات التنمية على حساب البيئة وعلى حساب المناخ وعلى حساب وجوديتي على كوكب الأرض، وما بين ان انا اعرف اعمل ما هو اسمه الانتقال التدريجي just transition. والحقيقة اعتقد ان القضية دي هتطرح بقوة على طاولة كوب 28، ومصر برضو بتتنسق مع الجانب الإماراتي ومع الدول النامية عشان نقدر ان احنا نصل لتوافق ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في ظل جائحة أزمة اقتصادية شديدة. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا ولهذا اللقاء دكتورة ياسمين. شكرا. دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.